والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي على قناتكم قناه بي بوبجي تي في. المهم اخوتي اليوم كما كتشاهدوا معنا كاين الحزمه ديال الجواهر كما كتشاهدوا التفصيله اخوتي اخواتاتي ديال الجواهر. اخوتي اخواتاتي نوريكم كيفاش تدخلوا نتوما لهذا السيربور هذا وتحرقوا هذه الماكينه باقل جواهر. كما كتشاهدوا يا صديقي عندك لفه واحده ب 10 ديال الجواهر وعندك 10 ديال اللفات ب 100 دياموندا. وتصور يا اسطوره على العرض هذا عرض واعر واعر بزاف بزاف. تقدر تجيب 10 جوهرة ولا 1000 جوهرة ولا 500 جوهرة. المهم اخوتي خليكم مع الفيديو غنوريكم كيفاش تقدروا تدخلوا لهذا السيربور هذايا. اخوتي خواتاتي 5 ديال الكومنتات اللي غيوصلوا اكبر عدد من اللايكات غنشحنوا لهم 500 جوهرة الواحد في راس الشهر. اخوتي خواتاتي والدراري اللي مازال ما وصلتمش هذه هي من قناة بي بوبجي تي في. خليو لنا الايدي الخاص بكم في الكومنتات يا اصدقائي. خليو لنا الايدي الخاص بكم الناس اللي مشتركة معنا ومشحال هذه اخوتي. خليو لنا الايدي راه يا اسطورة راه غنعطيك بشي هدية اللي غتكون واعرة واعرة بزاف بزاف. ويا اسطورة ما تحتكروش علينا الدراري باللايك لايك لايك اخوتي. ما كرهتكمش هذا الفيديو تفرقعوا لنا باكبر عدد من اللايكات. وشكرا لكاع الناس اللي ديما كتدعمنا. شكرا لكاع الناس اللي ديما كتبعنا. شكرا لكم بزاف 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 اخوتي اخواتاتي. اخوتي اخواتاتي عاوتاني اللي كنتو مازال ما اشتركتوش معنا ما كرهتكمش يا اخوتي اخواتاتي اشتركوا معنا وتفعلوا خاصيه زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد قناه بي بوبجي تي في. ما بقالناش يا اخوتي ونوصلوا ل 150 الف مشترك اخوتي. يلا اخوتي كاع الناس اللي مازال ما فرقعتش فيك اشتراك اخوتي هبطوا لتحت فرقعوا لنا ديك الاشتراك اخوتي. المهم وتفعل خاصيه زر الجرس باش توصل بالجديد ديالنا. فوقاش ما نديرو شي فيديو ولا شي مسابقه ولا شي حاجه يوصل لك الجديد انت الاول في الثانيه الاولانيه اخوتي اخواتاتي. المهم اخوتي اخواتاتي عاود اليوم اخوتي دخلنا اخوتي جبرنا كنجبروا اخوتي السلياح هذا واعر واعر بزاف بزاف. ولكن شوف يا صديقي الاحتكار شوف يا صديقي الاحتكار الناس عاطينهم جواهر كيلفوا عليهم ب 10 ديال الجواهر ب 10 كما شفتوا معنا اخوتي في الاولى. احنا دابا مثلا عندنا هنا عفات السلاح هذا مخلي اما لا حطوا لنا الله اعلم ديك العرض ديال اللي شفناه دابا اخوتي الله اعلم وصافي حطوه بشي سعر خيالي. المهم كما كتشاهدوا اخوتي 60 جوهره 600 جوهره والناس عندهم 10 د الجواهر و100 جوهره على كل 10 د اللفات عندهم ب100 جوهره وواحد اللفه عندهم ب10 جواهر. كما قلت لكم اخوتي راه والله العظيم هذه اللعبه فيها الترافيكو مش حال هذه وكاينه الزكزاك. ما كرهناش يا اخوتي اخواتاتي نحيدوا هذا الزكزاك. ولكن اخوتي اللي ما باغينش نحيدوا هذا الزكزاك هما ديك العبيد ديال اللي داخلين مع الشركات ديك العبيد ديال كارينا هذوما هما اللي ما خصهمش يبقاو يدخلوا لهذا. المهم ما خصهمش يزيان السيربور كما كنشوفوا السيربورات ديال الناس حيت هذوما غير عبيد عندهم ديك الناس كاملين اللي داخلين الشركه العبيد اخوتي اخواتاتي ديال كارينا اخوتي اخواتاتي. ما كيهضروش على حقنا ما كيهضروش على حق دولة الشعب والو اخوتي اخواتاتي. كيهضروا غير على راسهم خاصهم غير هما جواهر. اللي عنده في الكونت ديالو جد المنيول ديال الجواهرات اللي عنده منيول اللي عنده ثلاثه كل واحد وشحال عنده من جواهر في الكونت ديالو. ولكن يا اصدقائي ما كيهضروش ديك الناس اللي داخلين كما قلت لكم الشركات الكيلاب الكيلاب انا كنسميهم كيلاب من هذا الفيديو اخوتي. والله العظيم راهم كيلاب الدراري بيني وبينكم. حيتاش علاش انا نقول لك علاش يا اسطوره حيتاش اسطوره كما كتشاهدوا دابا حنا نشوفوا بزاف ديال السيربورات فيهم شي اشياء اللي طايحين في الثمن وهما ما كيقدروش يهضروا مع الشركه. هما اصلا داخلين الشركه يهضروا مع الشركه يقولوا لا حنا بغينا نشوفوا السيمو فيه العاد وفيه وزيد. المهم التويشات ما كيهضروش اذا كيلاب وعبيد ديال الشركه. المهم ماشي رجال هذوما اخوتي اخواتاتي. اخوتي اخواتاتي الا بغيتوا تدخلوا لهذا السيربور راه السيربور هندي يا اصدقائي. دخلوا اكتشفوا بعيون ديالكم راه السيربور الدراري هندي وفيه واحد العرض اللي شفتوا في الاول ديال الفيديو راه عرض شويه في الشكل اخوتي كما كتشاهدوا 10000 جوهره و1000 جوهره 500 جوهره وتسيني غير ب 10 جواهر لفه واحده و10 اللفات ب 100 جوهره. اخوتي هذا العرض واعر. يلا اخوتي طلعوا في راسكم والسلام عليكم.